ديبو كانت مع الحزارة كنت عايش شوية، ولكن مي كانت تمشي ديال الموتيفاسيون غتوصلي. سلام واضح، معكم بوشا بيبانو. تشالنج طبق الدجاج هو من اهم الانشطه الاشعاعيه اللي تديرها الجامعه الملكيه المغربيه لتصحيح القدرات الجبل، في اطار بما انني رئيسه اللجنه النسويه، فكان هذا النشاط اللي تنشرف عليه وفيه مع اللجنه التنظيميه كذلك، وتنديو مجموعه الفتيات باش يوصلوا لطبقال اللي هو على قمة المغرب. مرحبا، حاولوا تأكدوا شوية قال الفتيات باش تنحاولوا نوريهم بأن راه شي حاجة ما مستحيلة، وكل شيء ممكن نوصلوا ليه بالإرادة بالعزيمة بالإصرار، والتحدي بحد ذاته غير باش يعطيهم داك الشحنة وباش يعطيهم داك الثقة في النفس، باش من بعد ملي يرجعوا للحياة ديالهم يقدروا يتحداو الحياة ويتحداو الصعاب. تمشي وشي حد يعني تقدر يجيك صعيب وتسلمي وترجعي، ولكن لو كنتو اونتر كروب غادي تقولي سابو انا غنطلع، عندك بالي غنطلع هي غادي نطلع وغادي تطلعي. أنا جد سعيدة وفرحانة وفخورة بهذه البنيتة تبارك الله اللي قدروا ينجحوا هذا التحدي ديال طبقا للفتيات. عشاء الله الوطن.